أيقن تماما إنه في اليوم ده بعد رحمة الله وفضله ما بيمرقك إلا عقيدتك النجيضة. نجد عقيدتك من الدنيا دي، والله داير تمشي لله يوم القيامة وتلاقيه تلاقيه بعقيدة نظيفة، عقيدة ما فيها شيخ، ما فيها ميت، ما فيها حي، ما فيها علان ولا فلان، عقيدة في الله سبحانه وتعالى أن الله يملك أمرك وأنه يتصرف فيك وأنه يعلم الغيب وأنه يهب الذرية وأنه ما من شيء إلا هي عند الله وخزائنها عند الله. فإذا لقيت الله بهذه العقيدة فأبشر، أبشر بالخير وأبشر بالفوز والنجاة، كما قال إبراهيم عليه السلام قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم، بيقف معاك يوم القيامة، أو ينتصرون فكبكبوا ألقوا فيها، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون جوا جهنم تالله. شوف حليفتهم كمان بقت حليفة بالله، لا فيها حليفة بشيخ، لا فيها حليفة بقبة، لا فيها حليفة بالأولاد، لا فيها حليفة بالملاح، لا فيها حليفة بالمرأة، حليفة بالله نجيضة، لأنه ده يوم تكشف فيه السرائر. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. زي الله ندعو الله وندعوكم، نحب الله زي محبتكم، وهكذا إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين، ما في زول يشفع علينا، ولا صديق حميم صاحبنا، ولا صديق حميم. ربنا قال إن في ذلك لآية، وهذه العبر حتى يرجع الناس ويتوبوا. قال الله سبحانه وتعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أي من العذاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. وهذه المواطن الحق التي لا يقف أحد معك إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك كن على العقيدة الصحيحة. قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، وين هل كنت بتناديه من دون الله؟ لو ما مصدق الكلام ده أفتح سورة الأعراف. أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، ما شايفينهم. ربنا قال وشهدوا على أنفسهم أن كافرين، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، وقالت أخراهم لأولاهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا يدخلون الجنة حتى يدخل حبل السفينة في ثقب الإبرة أو حتى تدخل الناقة من ثقب الإبرة وتخرج، فإن حصل ذلك فسيدخلون الجنة ومحال. وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ولذلك من أراد النجاة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من أراد الرزق الواسع الهنيء قال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. من أراد القوة ومن أراد المنعة فعليه بهذا الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة في ربه تبارك وتعالى يكن الله معه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس إني يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله،
وإذا استعنت فاستعن بالله. لو كان هناك من الأمة أو غير الأمة من يستحق أن يدعى مع الله لقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسألني أنا. وما قال له ذلك رسول الله، حاشا، لأن هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فعلينا أن نصحح جميعا إيماننا، وعلينا أن نحافظ على هذا الكنز الثمين الإيمان الصحيح في الله سبحانه وتعالى، حتى ننجو في الآخرة ونفوز ونفلح في الدنيا والآخرة.